بحكم الخبرة الإدارية وكذلك القرب من الأندية أو حتى المنتخبات، ما بين مكافآت نهاية مباراة فلامينغو سواء من سمو الأمير الوليد أو حتى من سمو الأمير عبد العزيز، ما بين موضوع النقص وتكراره على اللاعبين، ما بين أيضا أن المنافس ليس بسهل هو ريال مدريد، التحضير لهذه المباراة والتحضير لما يمكن أن يتوقع المدرب أو حتى المتابعين أثناء المباراة، في النهاية هي مباراة نهائية والكل سيتابع هذه المباراة، حتى غير المهتمين بالكرة السعودية أو حتى المهتمين بكرة القدم بشكل خاص. المباراة النهائية غالبا في كل البطولات العالمية تجذب حتى من هم يضعون مثلا كرة القدم أو الرياضة صف ثاني أو صف ثالث. إيش اللي ممكن يصير من تحضير لهذه المباراة؟ أولا خلينا نقول لك الكل منتظر هذه المباراة، اللعيبة والجماهير وكل من يعشق كرة القدم بالذات في المملكة العربية السعودية تخصنا هذه المباراة، لأنه نحن المكافآت اللي جاءت في هذه الحالة لا ينظر ما بحينظروا لها اللعيبة، اللعيبة عندهم طموح كبير، والطموح الكبير إنك أنت بتلعب الآن نهائي على إنجاز عالمي، ما هو إنجاز محلي أو قاري إنما إنجاز عالمي، أنت حتصير متربع على أبطال أندية العالم، يعني حتكون الأول نادي سعودي أو نادي عربي يكون أول على نادي، فهذا طموح ورغبة، وهناك يعني اللاعب الهلالي الآن سبق أن أنا قلت النقص ولد قوة في الهلال، وجدنا هلال في البطولة لما راح في كثير كانوا يمكن بعض المتشائمين كانوا هي تأدية واجب ويرجع الهلال، لكن ما حققوا الهلال بعزيمة وطموح وحسن إدارة وحسن متابعة من الرموز الهلالية لناديهم وحبهم لناديهم، أنا كنت أقول مقولة الهلال قد يختلف في كل شيء إلا في حب الهلال، الهلاليين لن يختلفوا في حب الهلال، فلذلك إنه التاريخ عشان يكسب اللاعب هذا حيكسب تاريخ، حيفكر في المباراة وحيفكر في الطموح أكثر ما يفكر في الحوافز المادية، لأنه الوضع الآن الحافز المادي بالنسبة للاعب الهلالي أصبح مضمون، هم حفزوهم وقيلوا التحفيز بداية وليس بعد المباراة، وهناك زيادة في التحفيز بعد المباراة إذا حصلت على هذه المباراة. فالتاريخ دخول التاريخ ترى ما هي بالصدفة، ما دخلوا هنا بالصدفة، هو أنا في وجهة نظري الهلال الآن وصوله لثاني العالم في الأندية هذا إنجاز كبير بالنسبة لنا، صحيح إنجاز كبير لأي فريق آخر، أنت بتلعب مع نادي متمرس حققها 4 مرات اللي هو ريال مدريد، وفي يعني لو تيجي تحسب القيمة المالية أو قيمة اللاعب اللي موجودين العقود هتلاقي فرق كبير، لأنه هعطيك إياها أثناء الحلقة القيمة السوقية، حيكون معنا تقرير عن موجودة. القيمة السوقية أكيد في فرق كبير موجودة يعني في الحلقة كويس، لأنه هذا عشان تدي مؤشر إنه نحن الآن ما بنلعب بالمادة قد ما بنلعب بالطموح وبالرغبة وبالرعاية اللي موجودة والدعم اللي موجود، الدعم الموجود اللي من الدولة هذا اللي خلى اللاعب طور اللعيبة، طور الأندية، طور المنشآت، طور حتى الفكر الاحترافي اللي موجود في اللعيبة القادمين الجدد واللي موجودين الآن في أرضية الملعب. أتمنى التوفيق وندعو الله إنه يكون الهلال إن شاء الله بكرة نهني بعض إنه يكون هو الأول على العالم بإذن الله. بإذن الله.